الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام عليكم، مساء الخير، كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله بخير، الحمد لله على الصحة والعافية. يا الله لك الحمد، شكرا شكرا لكم، شكرا على سؤالكم واهتمامكم وحرصكم، شكرا للناس اللي اتصلت، شكرا للناس اللي ارسلت رسائل، شكرا لكل شخص سأل عني واطمن. الله يسعدكم ويرضى عليكم ويجزاكم كل خير. بشركم انا الان الحمد لله تمام، صحة وعافية، بس في مرحلة يعني آخر شيء، يعني الإرهاق الداخلي فقط. طبعا أنا والله تعبت تعب، والله أول مرة يعني أتعب تعب زي كذا، تعب غريب. تخيلوا ثلاث مرات أروح المستشفى الطوارئ وأخذ محلول ومغذي كل يوم ثلاث مرات، يعني 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 ثلاث مرات هذه في كل يوم، يعني في ثلاث أيام. فتعب تعب غريب، أول مرة يجيني تعب زي كذا، إرهاق بشكل مرة كبير، سخونة. تخيل سخونة من سخونة من 49.8 درجة، من 49 من 39.8 إلى 38 وكذا، بس هذه درجة حرارة مدة المرض اللي أنا فيه ما تنزل أبدا. في اليوم أتروش مرتين موية باردة، أتروش موية باردة، أجلس 10 دقائق على موية باردة، أطلع درجة حرارتي 36، 5 دقائق بس أو 10 دقائق درجة حرارتي 39، طريح فراش ما أقدر، ضعفت، وزني نزل، تعب تعب والله مرة مرة. يعني اليوم اللي الحمد لله بديت أشم العافية، يلا لك الحمد. الأيام اللي قبل والله طلع فراش تعبان مرهق، الحمد لله على النعمة والعافية. فتخيلوا والله نزل وزني، تخيلوا نزل وزني، كان قبل ما أمرض كان على 76 وشوية زي كذا، الآن وزني 73 بس بأقل من أسبوع، يعني لا تحركت ولا ذا مغير، أعوذ بالله. فالحمد لله دائما وابدا، وشكرا لكم، شكرا شكرا لكم كلكم، الله يسعدكم ويرضى عليكم. اي والله، فنقدر نقول الحمد لله شمينا العافيه، وان شاء الله في جدول اليوم باذن الله. كشخه قلب. من الاخر، تراكم مرة وحشتوني. حي الله صلاح، يا هلا مرحبا، يا هلا. تقول لي انت تعوض يعني الاشياء فترة مقبلات، ما في لسعون وملاحق لسه. لا وين غداك هول حبيبي، هذاك هول على خبرك هول، العين الأضاعة تغيرت، العين ما في إلا شيء صحي برتقال. المكان والأروع إن شاء الله تبارك الله. ايش قاعد تسوي؟ لك لسه مو كذا ترى، انت قاعد تفصل ثوب، ما قاعد بعلق دقيق. الصمولي صار يتقطع بالشوكه ولا السكين،
وين كينج الحاجي؟ هذا الصالون وين تقطعها كذا؟ تاكل بشوكه؟ وين وتقول لي تتكلم علي عشان دي؟ يا ولدي شوفك تحلق دقنك صدق والله ما عرفتك. بس كذا حاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. مسموح لك كل شيء. مبسوط الرئيس، حلوة ابتسامة الرئيس، جميلة.